والله بصي، هم عاملين لنا حالة يعني عزل عن بعض من أول الحلقة، عشان المفروض إن في مفاجأة. فطبعا إحنا كلنا قاعدين متوترين عايزين نعرف إيه المفاجأة. المرة اللي فاتت شيماء وبدرية عملوا كومبو عليا رهيب، فالمرة دي أنا متحمسة إن شيماء مش هتبقى قاعدة قدامي عشان ما تستلمنيش. فبس ربنا يستر. أعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. احنا دلوقتي في حلقه جديده وانا في الفقره الثالثه، وعايزه اقول لكم على موقف حصل لي النهارده اللي خلاني اقرر ان انا عايزه اتكلم في الموضوع ده. اهديكم انا وانا جايه لكم في الطريق كان في عربيه نص نقل تقريبا كانت هتشيلني من على الطريق، هتشيلني تماما يعني يقول ساتر ربنا. وبعدين وانا ماشيه بعديها بمفيش خمس دقائق لقيت اتوبيس تاني كان برضو حيشيلني من على الطريق. فطبعا انا عذرا ان الناس صايمه وتعبانه ومش واكله ومحتاجين السيجاره بتاعتهم يعني يموتوكي وعذراهم بالظبط بالظبط يشيلوكي وعذراهم، هي دي بقى مشكلتي يا قلبك. يعني انت مش صايمه، لا يبقى انت فاطره. تاني اعدلي شعرك من حلو. يعني انا عذراهم عشان عذراهم انا عذراهم اندرانيه عذراهم انا مش عذراء كلها وفرساهم. انا بحب برج العذراء عذراهم وفرساهم. بحب برج العذراء جدا. كلنا عذراهم وفرساهم. انت برج ايه؟ عرفتي منين؟ انا طور. انا عقرب بقى فخلوا بالكم. ربنا يستر. ده انا ماسكه جدا بالظبط كده. بس زي ما كنت بقول لكم، هم المشكله ان الناس في رمضان بتستخدم الحاجات دي يعني موضوع الصيام ان هم بيبقوا يعني يعملوا اي حاجه هم عايزين يعملوها. اللهم اني صايم، معلش اعذروا اصله صايم. بالظبط. فدي حاجه بتضايق وبتعصب، لان انت ممكن يعني حد يموت في الطريق. طبعا. وفي طبعا حاجات تانية كتيرة بتحصل منهم. لو حابة تقولنا على أفضل منهم مثلا انه مش مفروض تعكس. الو جبت لنا الصخور جنب واحدة لا عايزة فول من غير سلطة، لا بيحطوا السلطة بايظة. لا استغفر الله العظيم. وانت بتعك يعني ده معاكسة بشكل غير مباشر، او انت بتحسسها ان هي بتحملك ذنوب بشكل غير مباشر. لا لو هتجيب لي نص مقرمش يعني ونص محرمش مش حاجة خالص. وهي غالبا ما بتعملش حاجة خالص، يعني لابسة عادي وماشية في حالها. انت بتبص، انت عندك مشكلة. داليا تاكلي قاع الصخور لو عايزة تستحري معانا شاوريني، بس من غير جدا ومحمل الاخرين عبء الموضوع. صح. أيوة. داليا جاي على بريك كمان بالنهار، بيبقوا قاعدين فاضيين. وخصوصا داليا عايزه زبادي ولا زبادو؟ بصي لو زبادي وشوري كده، ولو زبادو قولي لا. يجيبوا في سيره الناس يقول لك شوفي ماشيه عامله ازاي. طب ما تخليك في حالك. طبعا. طب يا اختي كانت عامله لنا العزومه مش عارف عامله ازاي. طب ما تحطي جزمه في بقك وتسكتي. مش كفايه انت ما بتشتغلش اصلا، مش يعني انت اصلا مكسل ومش مكمل شغلك، لا كمان قاعد بتتكلم على الناس. لا والمشكله كمان ان هم بنفس الناس اللي انت بتتكلمي عليهم دول برضو عندهم مشكله ثانيه، ان هم اصلا بيحكموا على الناس. فمثلا بيحكموا على الناس. هو ده ما بيصومش ليه؟ انت مش صايم ليه؟ لا. طب انت ما بتصليش ليه؟ قولي لها دايما الناس دول بيحكموا على الناس، يعني بيخشوا في تفاصيل يعني تحياتي الناس. سيبيني اساعدك يا داليا في ايه؟ غريب. كل واحد بينهم بين ربنا. قولي لها الناس دول عايزه اقول لكم حاجه مهمه. قولي لهم بس عايزه اقول لكم حاجه مهمه. ليه يصوموا يعني كل مالك انا حاساكي يا حبيبتي اتكلمي. قولي لهم عايزه اقول لكم حاجه مهمه، عشان انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه. ان الناس دي دايما بتلاقيهم كده. لان الناس دي دايما بتلاقيهم يعني فعلا عندهم من بره كده بيبقوا باينين للناس ان هم عادي، بيبينوا ان هم شخصيات عاديه جدا، لكن من جوه ومن جوه بيبقوا حاجه ثانيه خالص. لا يعني انا قولي لهم لكن بيبقوا من جوه. مالك يا بنتي؟ قولي لكن بيبقوا من جوه. قولي لهم سوري لا قلت لكم غلط. لا انا حسيتك في حاجه انت قولي لها. انا قصدي كان اقول لكم ان هم بيبقوا من جوه. لا ما حدش يبقى قولي لهم بتعملي ازاي؟ انا دلوقتي انا عملت كده. لا علقي شعرك تعلقي يا داليا، شعرك تعلقي عشان الارفيس. لا يمكن بس عشان انا بتغاظ جدا من موضوع الناس اللي بتحكم على الناس التانيين. يعني حاجه ثانيه مهمه نسيت اقولها لكم، هيضايقك تتكلمي فيه. حاجه ثانيه نسيت اقولها لكم، الاقيكي كده متخيل حبيبتي. قولي لهم دي حاجة تانية نسيت اقولها لك. لا وفي بقى الناس اللي بتطافس في رمضان، اللي هي واخدة رمضان الناس دول بقى عايزة تاكل زيادة وتاكل طول الوقت من بعد الفطار لوقت السحور، وتاكل حاجات كتير وملخبطة على بعض وملهاش علاقة ببعض، وتتخن كتير. تقول لك اصل في رمضان ما اقدرش امسك نفسي، اصل في رمضان الحلويات بتتغير، اصل الحلويات. كل الحاجات دي برضو مش لا قول لهم. ده انا احكي لكم بقى موقف جامد جدا. وبتلاقيهم في خلال 8 ساعات مثلا بيكونوا فطروا، وبعدين
خدوا سناك يا بنتي كومي اسمعي. وبعدين جم في الاخر خالص يروحوا متسحرين، فخلاص يعني انت بتيجي يا بنتي اقول لك الوقت ده اصلا 8 ساعات عاده في اليوم الطبيعي الواحد ما بياكلش فيها بالكم ده. فاكيد الناس هتحكي موقف حصل لي مع الناس اللي زي دول. هم كمان يعني الناس اللي زي دول بيبقوا لا يا استاذ وائل دي كانها مش سامعاني، مش بتقول اللي بقوله لها. انا بخوف يا جماعه انت سامعاني ولا ايه؟ انت سامعاني يا داليا؟ ما هو ده اللي بيحصل. لو انت سامعاني يا داليا ولا سامعاني يفقد رزانته. رزانته. طب قولي لي اه او لا، لو مش عايزه تقولي اللي انا بقوله. لا انا مش سامعاني. اتفضلي. اه دي مش سامعاني. طب بدريه انت عندك افكار عن الناس التانيه اللي بيعملوا كده؟ انت سمعتيني ازاي وقلتي لا؟ اه انت بتستنينا وحشه. لا يا جماعه لا دي كده مش بتعمل مسابقه اصلا. عايزه اديكي فرصه برضه عشان ما ابقاش انا اللي بتكلم. يعني انا هعدلها ليه يعني هنا لما هي مش عايزه تاخد الكلام اللي احنا بنقوله؟ والله يا اختي انا سايبه لك فرصتي. احنا محتاجين. لا لا كده لا. لا يا استاذ وائل ما هداش. لا ما هداش انا. هي يا تقول اللي انا بقوله يا اما خلاص. لا هقوم. طيب لا طبعا يعني انا بحس ان المشكله ان الناس لازم يفقدوا ان رمضان ده وقت روحاني. انت سامعاني يا حبيبي سامعاني؟ قالت لي ايوه. انت سامعاني؟ وقت الصيام على فكره في كل الاديان. قولي ايوه لو سامعاني. المفروض انه وقت روحاني. بالظبط. نطلع فاصل؟ يا ريت تطلع فاصل ونرجع لكم تاني. نطلع فاصل وبعدين نتواصل. يا داليا جامدة، بس أنا فجأة حسيت بجد إنها مش سامعاني ومتماسكة وصلبة ووتد، وده معناه إن لو حصل عندنا في أي يوم من الأيام أي عطل فني في ودنها هي لا تتأثر. فأنا أقول لها برافو. هي المفروض إنها بتتكلم في ودني على أساس إنها أنا متخيلة إنها هتساعدني، بس لقيت حفلة ورا بقى يعني تهريج بقى ونكت. وبعدين لما قلت بقى خلاص هديها حبة ثقة وأشوف أسيبها، قالت لي طب بس اسمعي أنا عايزة أساعدك وبتاع، فسكت أشوف هي عايزاني أقول إيه. قلت نص جملة بعدين نص جملة بعدين هتلخبطني، فرحت رايحة في سكة تانية خالص. فلا كان حاجة ما تتوصفش، بس كانت مسلية صراحة. فتمارين المسرح اللي أنا بقالي 16 سنة بعملها تقريبا يعني فادتني النهاردة إفادة رهيبة.